حالة من الترقب تعيشها محافظة أبيان مع توتر المشهد العام في عموم المديريات ومخاوف من تحول المحافظة إلى ساحة حرب تزج بها في أتون صراع مناطقي يفاقم من حدة الصراع العسكري الذي لا تزال أسبابه قائمة. الأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الشرقية ضاعفت من وتيرة القلق لدى المواطنين، خصوصاً أنها تأتي بعد توقيع اتفاق الرياض الذي جرى برعاية سعودية، إذ أقر بعودة القوات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل توقفها في مدينة شقرة بعد مواجهات محدودة مع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وبات يسيطر على أغلب المناطق الرئيسية في محافظة أبيان. وأمام احتمالية فشل اتفاق الرياض في حال بقاء القوات الحكومية خارج مدينة زنجبار وعدم السماح لها بالدخول إلى المدينة، يرى مراقبون أن المواجهات العسكرية لن تكون حلاً مناسباً لطرفي النزاع، خصوصاً والدولة لم تنتهي من حربها ضد ميليشيات الحوثي، ما يعني توسع فجوة الصراع وخلق المزيد من الأزمات ودخول البلد في مأزق آخر يهدد بالتشظي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.